محمد سعدون الكواري، الشكر كذلك لضيفيك في الاستديو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. بعد رحلة كانت محفوفة بالمخاطر هناك في الجزء السماوي من مدينة مانشستر، اليوم هنا أمام فولام لا مجال للتعثر ولا مساحة للسقوط لفريق يريد والاعتبارات الكثيرة. هنا داروين نونيز يحاول في كرة من الطرف الأيسر، بعد ذلك عرضية تأتي أولى لكنها سهلة عند حارس المرمى اللي تمكن من كرافنبرغ والتمرير، بعد ذلك ما زالت مستمرة على طريق كرافنبرغ من أجل ضربة الأولى دياز والتصويب، لكن حارس المرمى نعم النوايا هنا وأدري راسو بوسلاي. لحظة تسديد المجهر، الكرة محمد صلاح كان متسللا في اللقطة الماضية، لويس نعم هو من كان متسللا في اللقطة الأولى التي تابعها، وبالتالي القرار داروين نونيز عند كرة باتجاه المجهر الأنيق في وسط الكرة، لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، تحولت لمصلحة فريق فولام وهناك لاعب وقع ونقل صلاح في لمسة وصلت عالية باتجاه أرنولد نكاسة إلى سابوسلاي. يا سلام يا سابوسلاي، رائع هذا المجري، عنده هدوء غير طبيعي في تنفيذ الكرة. أرنولد يرسل الكرة، الله وإن سألوك عن الجمال الناطق في كرة القدم أخبرهم بهذه الأهداف، الله على هدف وجمال هدف وروعة هدف، هدف من الزمن الجميل. طرف الأيسر ممتازة إلى كرافنبرغ، عرضية ترسل لكن التغطية في إطار منافسات الدوري، كرة منقولة في اليسار، عرضية التعادل، التعادل نعم من أولى الفرص من أولى المحاولات. هاري ويلسون هو من يأتي بالهدف الأول، هاري ويلسون هو من يعدل النتيجة وهدف العودة بالنسبة للفريق السائق. كاس يرسل كرة عالية راسية تأتي ولكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. جويل ماتب، سيميكاس يتقدم لكن هناك باصي والتدخل كان موجود وبالتالي خطأ يصفر حكم. ما زال عرضية ترسل إلى محمد صلاح، أراد أن يستلم، محاولة قائمة، فرصة لا تأتي من أجل الثاني. روبنسون فولم الهدف، كرة عالية ممتازة الكرة لكن تيتي هنا في التغطية بمبدأ الأمان فان دايك، بينما هنا داروين نونيز يسقط، لا وجود لخط، حكم اللقاء أشار إلى استمرارية. سوبوسلاي، أرنولد هذه المرة أراد أن يغير، هذه المرة هاريسون على التنفيذ يرسل كرة عالية، التغطية موجودة ما زالت هنا لويس دياز في كرة بينه وبين محمد صلاح، لكن هناك خطأ والخطأ لمن؟ الخطأ أرجل فان دايك مازال فان دايك في تسديدتين في محاولتين لكن مع تصديين، كرة عن عرضية راسية تاتي ولكن التغطية موجودة بشكل ممتاز. هنا كرافنبرغ يمرر كرة في الوسط، داروين من أمام أباسي وهناك خطأ على المدافع، تعود بعد ذلك في وسط الملعب أليكسس ماكاليستر، الله 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 في هدف ولا أروع وفي كرة ولا أجمل، هدف من أجمل الأهداف، تحب أن تشاهد مثلها، تحب دائما أن تتكرر مثلها. هنا أليكسس بذكريات هدفي أمام بولندا هناك في سجل كثيرا في أنفيلد، كرة منقولة بولينيا والعرضية لكن اصطدمت في المدافع، تحولت إلى ركلة ركنية. خلونا ما يحاول نونيز، مارت يقدم راوغ لكن في الأخير ارتكب خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، بيارة إن نجح في إحراز الهدف الثاني، كرة منقولة تحكى هدف تعادل لفولم، هنا فرصة للتعادل، التعادل نعم
فولام هو من سجل وفولام هو من عاد. هل كانت الوضعية السليمة وهل كان القرار صحيح؟ تيتي سجل، لكن هنا 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 لحظة إرسال هذه الكرة في البداية لمحمد صلاح بعد العودة لتقنية الفيديو. الهدف صحيح، نعم الهدف صحيح، تيتي هدف السليم. وضعية من الوقت المحتسب بدلا من الضايع، راسية ايضا هناك تسلل وبالتالي الهدف يلغى. فولام وايو فولام في مباراة اليوم، فولام وايو اداب في حول اللقطة الماضية، لكن هذه كانت واضحة تماما. سيميكاس في محاولة، داروين في إعادة كرة بل في عرضية لكن لينو يتمكن منها. ممتع شوت الكولومبي لداروين، نونيز في فرصة، داروين يسقط، داروين في كرة. داروين فورما في الفترة الماضية كانت مميزة بالنسبة لداروين نونيز على الصعيد المحلي. وهناك محمد صلاح، عودة إلى سوبوسلاي، سوبوسلاي هو المجري أرنولد، يسلل كرة ممتازة، داروين 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 والتسديد، ولكن صدمت في المدافع. تمريرة بعد ذلك عرضية ترسل، خطيرة تأتي، لكن أرنولد في الطرف منقولة عن طريق سابوسلاي، سابوسلاي والتصويبة، لكن حارس المرمى لينو يتصدى من جديد، لينو يتصدى. صلاح، ماذا سيحدث هنا؟ داروين 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 هو الثالث في الطريق. لا، هنا دفاعات فولام تقول لا. إذا في هذا اللقاء مقولة عن طريق لويس دياس في تسديدة، لكن هذه وين يا دياس؟ هذه سهلة تماما عند كرة بعد ذلك ممتازة خطيرة. لويس 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 يا دياس يا دياس يا دياس لويس دياس، كرة سهلة لا يرسل كرة عرضية، وصلت إلى صلاح. الله، هنا فرصة تأتي، فرصة للتصويب والتصويب، لكنها إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. أرنولد في محاولة عرضية ترسل، التغطية موجودة والكرة من تيتي إلى خارج الملعب. لا، الحكم يقول بأن لم يكتمل في حواري الألبي سيليسي مع سيليساو. الكرة بتعود إلى خطأ في اللقطة الماضية، صافرة الحكم.